أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من قصت شعرها فجعلته متدرجا على شكل طبقة فوق طبقة، هل هذا الفعل جائز؟ وماذا تصنع إذا انتهت من العمرة؟ هل تقص من كل طبقة أو من أسفل الشعر فقط؟ هذا عبث، هذا عبث بالرأس، تغيير لخلق الله وإزالة لنعمة أنعم الله بها عليها، وتشبه بمن لا يجوز التشبه بهم، هذا لا يجوز في وجه من الوجوه، وهي مخطئة، وعليها أن تتوب إلى الله عز وجل وتترك شعرها، لا تعبث به هذا العبث. والقص عند التحلل من الحج أو العمرة المعروف أنها تجمع الشعر وتقص من رؤوسه بقدر أنمله، تقص من رؤوسه بقدر أنمله، وهذه عبثت بشعرها فماذا تعمل؟ يجب عليها أن تجمع كل شعر من هذه الرتب اللي هي تقول وتقص من رؤوسها، والتعب عليها، هي اللي كلفت نفسها بهذا الشيء، ما تبرى ذمتها إلا بذلك، كل درجة تجمعها وتقص من رؤوسها قدر أنملها. نعم.